عايز اقول لحضرتك اين الشرفاء؟ اهم هم دول. اسمح لي انا بتكلم على وقائع. هم دول الشرفاء والرجال. ولذلك النهارده دول الشرفاء. كان لابد من وجود هذا المؤتمر الذي انحاز اليه وبشده لانقاذ مصرنا. مصر، مصر اللي علمت العالم، مصر طليعه الامه العربيه، مش كلام. اللي سافر بره يعلم هذا الكلام علم اليقين. العالم بره ساعه ما يسمع كلمه مصر يقف، يقف احتراما. زعماء في الامه العربيه يتحدثون عن مصر بكل الفخر لانهم تعلموا على هذه الارض. مصر التي كرمها الله عز وجل وذكرها في القرآن الكريم. مصر التي اوصى بها المصطفى صلى الله وسلامه عليه وقال استوصوا بمصر واهلها خيرا فان لكم فيها صهرا وذمة. مصر تستاهل الكثير. مصر محتاجانا. مصر مين؟ انا وانت. مصر بكرة بتاع ابني وابنك. لذلك لابد ان نحتفي بمصر، لابد ان نسلم الراية للجيل القادم عالية خفاقة عزيزة. اسمحوا لي يحضرني في هذا السياق. كنت بصور في لندن مسلسل اسمه دعاء على ابواب جهنم. مفترض اني بعمل استاذ جامعة وراجع من الجامعة للفيلا بتاعتي. فالاستاذ المخرج وهو من سوريا قال حط الكاميرا هنا في الشارع، استاذ احمد انت هتخرج من الجراج ده ونشوفك وانت داخل الفيلا فنفهم ان دي فيلتك. فالمترجم اللي معانا جري على المخرج وقال له استاذ احنا معناش تصريح للشارع. ده شط. قال له البوليس هيجي. اتفضل يا استاذ احمد. رحت على اول الشارع، انا ليا الاوردر بتاع المخرج، حط الكاميرا بنصور. وفجأة اتفتح باب وهاني ما روح قلبي خرجت، جسمها مكشوف لانها ما لحقتش تربط الروب. قالت معاكم تصريح عشان تصوروا هنا؟ فقال يلا يلا خش يا وليه. وليه مجنونة. مجنونة مين؟ قال له البوليس جاي حالا. صورنا شوط. قال طب غيروا الشريط احسن، بيقول البوليس جاي. في ثانية موتوسيكل جاي. قال له لو تكرمت مين المسؤول هنا؟ قال له معاك تصريح للتصوير؟ قال له لسه ما صورناش. قال له طب ارجوك ما تصورش الا ما يجي التصريح. اقدر اشوف الفيلم؟ قال له اوي. كانوا حطوا فيلم تاني. دور الفيلم لقى مش الشارع. اوكي ومشي. بعد ثانية قال للمخرج انقل بقى الكاميرا على الرصيف التاني. خرجت له نفس الست. قلت له معاك تصريح على الرصيف التاني؟ شيء عظيم. انا اسوق هذه الرواية ليه؟ انا خلصت الى معنى ان كل فرد في البلد يرى انه رئيس لهذه الجمهورية وانه رقيب على مصلحة هذه الجمهورية. لو ولعوا هنا في ميدان التحرير حد هيهتز؟ ما خربوا الشوارع، ضيقوا علينا سبل الحياة. حتى هذه اللحظة هناك عوارض بتقفل الشوارع وعلينا ان احنا نلف لان في ارهاب. حتى قال ان الكنائس حتى هذه اللحظة عليها حراسات. لما لا نكون نحن الحراس؟ أليس الإخوة المسيحيين إخوة لنا في هذا الوطن؟ اللائحة العمرية أوصت بأهل الكتاب وقالوا في هذه الوصية إن الدين ودور العبادة وأملاكهم وأولادهم في حماية المسلمين. هذا حق. إنما يبقى فيه طيف من المجتمع عايش في حالة إرهاب، ربنا هيسائلنا، ربنا هيسائلنا. احنا مؤتمنين. خروجا من هذا الحديث، علينا ان نقف على قدم واحد وعلى نسق واحد وان نصطف كما قال سيادة رئيس الجمهورية دفاعا عن هذا التراب الغالي العزيز
اللي اتدفع فيه دم غالي نفاجأ بأحد الصبية اللي كلهم رعونة وقف ميدان التحرير وولع في العالم على مصر، على مصر رمز التحرر، رمز الكرامة. هو ده اللي ساعة ما ارتفع للسماء الناس تفهم ان دي مصر. هذا المتخلف احرقه، ده مردوده ايه غير ان الولد ما ترباش، فيش حد وعاه، ما حدش فهمه يعني ايه العالم. اسمحوا لي في نهاية حديثي يحضرني قول الشاعر في هذا الصدد فيقول: أنا آسف طبعا انفعال خدني، بعتذر، بعتذر بشدة. الشعر بيقول: ما عاد في هذا الزمان سوى رجال كالمسوخ الشائهات، يمشون في حلل النعيم وتحتها نتن القبور، يتشامخون على العباد كأنهم ملك العباد، وهم إذا لاقوا الأمير تضاءلوا مثل العبيد، صاروا على أمر البلاد فأكثروا فيها الفساد، أعلمهم رفعت على قمم الحياة خرق مرقعة ترفرف بالقذارة في السماء الصافية، راياتهم مزق المحيض البالية. يا أيها العصر الثري، لأنت غاشية العصور، قل أي رجال جعلتهم في الواجهات؟ أي أعلام رفعت على البروج الشاهقات؟ أي رجال منحته السلطان والملك العريض؟ يا أيها العصر البغيض، يا أيها العصر الثري، وأنت غاشية العصور. نري عافٍ إله واحد فلا يهزأ منا أحد يا أحمد، إن ورى بجهورنا وبوجوهنا شحوب الحق والحق جاهد، نقسم جسومنا في جسوم كثيرة ونمحو قراح الماء، والماء بارد، وستظل مصر باقية، وستظل مصر محبة، وتظل مصر معروفة بكم جميعا وبكل من كان مخلصا من قلبه إلى أن تقوم الساعة. الحبيبة حلولة الضيف. بسم الله الرحمن الرحيم، احنا بنرحب بجميع الحضور والمنصة الكريمة على ارض جمعية المنظمة العالمية الافرو اسيوية للكتاب، واحنا المكان ده متواضع بس للأسف محتاج يبقى ليه وقائع اقوى من كده. هو تاريخيا يرجع لسنة 57 أسسه الأستاذ يوسف السباعي بتوجيه من الرئيس عبد الناصر، أسس منظمة دولية أفرو آسيوية وهدفها العلم والتوجه، ومنظمة لما تأسست كان لها رؤى نقدر نقول لكم عليها. كانت بتجمع الكتاب المصريين المعروفين والأدباء، وكانت الكلمة بتشمل قوية من جميع الأدباء في العلم وفي الأفلام والمسلسلات، كان بنتعامل جميعا بالكلمة الطيبة، وكان لينا مستوى عالمي بنوصل فيها من خلال الكلمة المتداولة بيننا وبين بعضنا. حقيقة احنا في الوضع الحالي الكلمة تراجعت إلى الخلف وأصبحت في وضع أصعب. لو قلنا سبحان الله العظيم كان بيقول: إليه يرجع الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. يمكن احنا تراجعنا شوية اقتصاديا لأن احنا برضو
اجتماعيا تراجعنا 3 خطوات، يمكن في الكلمة تراجعنا 10 خطوات. لو قدرنا نتكلم كلمة طيبة يعقوبها عمل صالح، يعقوبها اقتصاد. فنقدر نخلص في معادلة شخصيا انا بؤمن بيها، لو اتكلمنا كلمة لا، كلمة لا بيعقبها اختلاف، بيعقبها عنف، بيعقبها تفكك، بيعقبها مشاكل. لو احنا حطينا ثقافة اتفاق، ثقافة الاتفاق بيعقبها ان احنا نجتمع، يعقبها ان احنا نعمر، يعقبها ان احنا ناخد خطوة لقدام. فثقافة الاتفاق بتدي اخلاق التعامل الجماعي، بتدي الكلمة الطيبة، بتدي عمل صالح، بتدي ان احنا ناخد لغة التعامل. لغة التعامل لابد ان تكون كلمة واضحة طيبة. يمكن احنا زي ما الاستاذ احمد ماهر لما ضم صوته لصوته في موضوع ان الاسرة لابد نبدأ فيها، كان الكلمة التطبيقية تتداول في البيت وفي الصالونات، وكان ليها مقاييس وليها مجالس قوية في الكلمة في كل بيت. يمكن احنا اوضة الصالون اترفعت من البيوت دلوقتي، ونزل مكانها الانترهات، نزل مكانها الميديا المتوسعة ديت، ففقدنا الكلمة الطيبة في المنزل نفسه، حتى تفكك المنزل. محتاجين نرجع الترابط في الأسرة تاني، محتاجين نحط ثقافة اتفاق، عشان بالاتفاق هنقدر نوجد أشياء كثيرة جدا في الحوار. الحوار لابد أن يكون ليها كلمة طيبة، ليه حنية، ليه قواعد. يمكن احنا أضرب مثل صغير، احنا في مصر على ارض مصريه بنتعامل مع مثلا منظومه العقود ملهاش توحيد قياسي في الاتفاق. لو شفنا كل محافظه لها عقد بشكل معين، يمكن في داخل المحافظه بنجد من خلال مجالس المدن كل مجلس مدينه ليه عقد خاص بيه. بنوجد هنا ثقافه اتفاق، بالرغم ان المستعمل المكان مصري، الارض مصريه، الهدف مصري، المشروع مصري، ما قدرناش نوجد توحيد قياسي في التعاملات بيننا وبين بعض، توحيد قياسي في المفاهيم الكتابيه، توحيد قياسي في العقود، عشان نقدر نشوف بعد كده نقدر نشتغل ازاي على رؤى موحده. الاختلاف في المفاهيم والاختلاف في الحوار والاختلاف في العقود بتوجد مشاكل كتيره. يمكن معظمنا ليه مشاكل في المحاكم والتفسيرات والرؤى المختلفه، عشان مفاهيم العقود نفسها ما كانتش موحده. فاحنا محتاجين كلمه طيبه، محتاجين عمل صالح، محتاجين اخلاق التعامل. اخلاق التعامل اللي وصفنا به النبي عليه الصلاه والسلام، انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق، وربنا سبحانه وتعالى وانك على الخلق عظيم. فمحتاجين نحط نتفق على ان احنا ما نختلفش. ما ينفعش حد يبات زعلان، ما ينفعش حد يبات مش مستمتع بالحوار اللي بيننا وبين بعض، مش مستمتع بالقوانين اللي هي ساعات بتديك غصه نفس. لابد ان يكون القانون يخدمني ويخدمك، يمتعني ويمتعك، نحس بروح القانون ماشيه بيها ازاي، عشان نقدر نتعامل بثقافه الدفاع. المبادره اللي اسستها الاستاذ ساميه والاستاذ باسم مبادره جميله. حرب الكلمه اقوى من حرب السيف، حجه الكلمه اقوى من حجه السيف. فاحنا محتاجين بالكلمه والحوار وبالكلمه الطيب نوصل لخطوه قدام. بس محتاجين لابد من الحمله دي لما تدشن في جميع المحافظات، محتاجه برنامج يطلع من نبع الناس اللي عايشه فيه. كل واحد مننا عنده الحلول جواه، وعنده رؤى مختلفه، وعنده محتاج بس حد يصدقه في الكلمه اللي يقولها. فاحنا لو خدنا الافكار اللي نبع من الناس ديت واسسناها لمحور من اجلك يا مصر، هتبص تلاقي محتاجين نعرض من خلال تحليل الافكار وتحليل الرؤى ديت، نقدر من خلال مجلس علمي نعرضها على المسؤول المختص، اكيد هو يستمع واكيد هيوافق للي احنا عايزينه، واكيد هنوصل لخطوة أحسن في التطبيق بعد كده. فإحنا بنشكركم على الحضور، وعايزين نقول إحنا للخطوة الجاية ممكن نعملها بجنوب سيناء إن شاء الله، وناخد محافظة محافظة، ونرحب بيكم على أرضنا واسكندرية. شكرا. السيد أستاذ شعبان علي، شاعر مصر، كاتب أوبريت، مقدم نديم وحسام، هتسمعوهم كمان شويه. اتفضل. مشكور. السلام عليكم جميعا، وتحيا مصر. تحيا مصر بشبابها، تحيا مصر بثوارها، تحيا مصر برئيسها، تحيا مصر بحكومتها، تحيا مصر للي يعمل عشان تحيا مصر، تحيا مصر بفنانيها، تحيا مصر باطفالها، تحيا مصر بجنودها، تحيا مصر بشعبها، تحيا مصر بمطربيها، تحيا مصر بالشعب الجميل الطيب، تحيا مصر. عمرنا ما ارهابها يخوفنا ولا
اي حاجه لا للفتنه. الفن اسهل واسرع وسيله بتوصل للمواطن المصري، للمجتمع المصري. لو انت عايز تعلم حد حاجه من خلال الفن، من خلال الابداع، من خلال الاعلام اللي فيه طبعا، يعني مش هتكلم على الاعلام، ولكن ان فيه برامج مهمة جدا المفروض ان هي برضو يكون ليها دور في الوعي. ويمكن في برامج اخرى للأسف شديد يعني المفروض تقوم بنفس الدور، لكن للأسف ما بتعملش ده. فاحنا كفنانين، كمبدعين، كمثقفين، علينا دور كبير جدا في المرحلة دي، في المرحلة دي، لان احنا فعلا بنمر باخطر مرحلة في حياتنا. فاحنا فعلا علينا دور كبير جدا، مؤلفينا، فنانيننا، الاعمال الفنيه اللي بتقدم في الفتره الحاليه لازم تبقى فيها رساله. الفن طبيعي بيقدم رساله. في الفتره السابقه بصراحه شديده جدا كانت الرساله دي، اسمحوا لي انا فنانه ولكن بعترف بده، كانت رساله منعدمه، مفيش رساله للاسف، ما كانش في حاجه بنقدمها للمواطن. كان في افلام كتير جدا للاسف ممكن تكون بتقدم اللي انا اكرهه، اللي انا اعلمه للطفل او للشاب انا ارفضه، ده كان بيقدم من خلال الفن. فانا بعاتب الفن، بعاتب المبدعين حقيقي، بعاتبهم وبقول لهم ده الوقت والدور اللي انتوا فعلا لازم بجد تعملوا اعمال بتقدم رساله للمجتمع. لان الطفل الصغير النهارده لما بيشوف مسلسل بيقلد الفنان اللي فيه او الفنانه اللي فيه، لما بيشوف فيلم بيتعلم منه. لما انا يعني انا مش هذكر افلام بقى يعني، ولكن لما انا اكون بعمل حاجه مش كويسه الاطفال هتتعلم مني، لان الفنان ده قدوه. انت بتعمل حاجه ابداع، بتقدم رساله ساميه. فالفنانين والمبدعين والمثقفين والاغنيه، مش هقول الفنانين كتمثيل فقط لا غير، لا، الفن بجميع انواعه. استناكم شويه. طيب الفن بجميع انواعه، الفن بجميع انواعه فعلا لازم يرجع تاني لاصل الفن بتقديم الرساله. المثقفين النهارده في ناس كتير جدا بتطلع على البرامج، للاسف انا ما بلاقيش حاجه تتقدم كرساله. حتى البرامج الاعلاميه او التوك شو للاسف ده توجيه، ده توجيه مني يعني، يعني انا عيب ان انا اقول توجيه، ولكن انا بقول بقدم رساله موجهه للمبدعين وللفنانين وللمثقفين. مصر محتاجاكم في الفتره دي تقدموا الرساله الساميه اللي انتوا وهبتوا نفسكم ليها. ده بالنسبه للفن. هتكلم على التعليم. التعليم طبعا ده دوره كبير جدا، زي طبعا ما الاستاذ احمد ماهر قال البيت. احنا النهارده في اطفال بتقضي في المدرسه وقت اكتر ما بتقضيه في البيت. المعلم، المدرس، الانتماء. الفتره اللي فاتت ما كانش فيه فعلا اي حد منتمي لا لبلده ولا لعمله حتى. الناس بتطلع للاسف ما عندهاش انتماء لاي حاجه، ليه؟ ده من التعليم. التعليم ده مهم جدا. المدرس، المدرس يعني العلم. الدكتور في الجامعه لما بيشرح محاضره ده بيخلي الطالب يستوعب، يفهم، ممكن يفهمه شيء مظبوط، ممكن يفهمه شيء كويس، ممكن يحسسه بانتمائه لبلده. في ناس للاسف شديد جدا ما بتهتمش بده. التعليم مهم جدا لان الطفل وهو صغير بتشكل. فالنهارده لما انا اشكل طفل وهو صغير واعلمه انتمائه لبلده وحبه لبلده، افهمه، مش هقول لا ده طفل صغير مش هيفهم، لا، بالعكس، الطفل وهو صغير بيبقى اذكى. يعني ده علميا، الطفل وهو عنده 4 سنين 3 سنين 5 سنين بيبقى ذكي جدا. يا انا بنمي ذكائه يا للاسف الشديد بنيه. فالتعليم مهم جدا. مراكز الشباب، مراكز الشباب ووزاره الشباب لازم يبقى فيه وعي، ندوات للشباب للتطرف، الارهاب، ضد ده افهمهم، اعلمهم، احسسهم فعلا ان بلدنا دي فعلا لو هنعيش يعني ناكل عيش حاد فيها
لازم نحافظ عليها، ولازم نحارب التطرف، ولازم نحارب الإرهاب. دي حاجة مهمة جدا بالنسبة للتعليم وبالنسبة لوزارة الشباب في مراكز الشباب والنوادي، حاجات كتير جدا. هتكلم على دور المجتمع المدني. أنا عندي في المقطة 254 جمعية، 254 جمعية ده مشهورين، غير يمكن زادوا كمان، كلام ده كان من سنة، ممكن في الفترة الأخيرة زادت. في جمعيات فيها دور مهم جدا وبتقوم بيه. للأسف الشديد وزارة الضمان الاجتماعي والشؤون الاجتماعية مفروض تعمل حصر لجميع الجمعيات دي. اللي ما بيشتغلش، مش هقول لك اصل دي اخوانيه ومش اخوانيه، ما بتكلمش على الاخوان دلوقتي وما بتكلمش على الجمعيات الاخوانيه، لا انا بتكلم على جمعيات المجتمع المدني اللي موجوده ومشهوره. الجمعيه اللي ما بتشتغلش سلاح ترخيصها تتقفل. احنا ادينا ترخيص بناء على ايه؟ ان هي جمعيه مجتمع مدني تخدم المجتمع المدني، مش مجرد صرف الكلمه ان هي تودي شنطه زيت شنطه سكر وخلاص. لا، في حاجات مهمه جدا اهم من الحاجات دي. فأنا بتكلم على جمعيات المجتمع المدني ودورها. لازم تفعل، لازم تنزل للأرض، لازم تنزل للشارع، لازم حتى تروح للقرى وللنجوع. احنا كفنانين، انا عمري في حياتي ما اتأخرت عن اي حد طلب مني زيارة، لو في نجع، لو في قرية، لو في محافظة، في اي حتة في الدنيا بروح وبأدي الدور اللي عليا كفنانة وكمواطنة مصرية مش كفنانة بس. فأنا بطلب من كل مواطن مصري ما يبخلش لا 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 بمجهوده وبفكره على الناس البسيطة، ما يبخلش ان ينزل يعمل عملية توعية، ما يبخلش ان ينزل يعمل ندوات، ما فيش مشكلة خالص. لو احنا كلنا عملنا ده هيبقى في وعي، احنا كده هنبقى ضد الارهاب وضد التطرف. هيبقى مع مرور الايام مش هيبقى عندنا تطرف ولا ارهاب. وتحيا مصر، تحيا مصر. السلام عليكم جميعا، سعداء بيكم، ونلتقي يا رب دايما في الخير وعلى خير دايما وفي مصلحة مصر بإذن واحد أحد، ونعلي مصر بإذن الله في السماء السابعة بإذن واحد أحد إن شاء الله. في عجالة يعني الواحد طبعا كنا شايلين كفن على إيدنا وإحنا بندافع وبنحب مصر بكل ذرات جسدنا، ويكفينا فخرا إن إحنا خرجنا أجيال ممتازة جدا العالم كله بيحلف بيها، وقال لك مصر دي دولة حرب وليست دولة سلام. دولة حرب يعني ما تستحملش أي كلمة تؤثر على مستقبل الوطن ولا كرامة الوطن، بل بالعكس احنا بندي حياتنا فداء لمصر. والاسم الحقيقي مش الضباط، لأن كلمة ضابط لا تكفي، هم مجتمع النبلاء. النبيل اللي هو بيدي مقابل، كل وظيفة لها مقابل إلا الروح ليس لها مقابل. وأعتقد لما الواحد بيسلم على زوجته وأولاده وهو يحضر حرب من الحروب، ساعتها بيقف الزمن عشان يشوف إن هؤلاء الحفنة من المجتمع المصري اللي النهاردة الله أكبر يعني مسمعين في العالم كله بيدوا بلا اي مقابل ويتفانى تماما ويصرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة. الحمد لله تحت رتبة دكتوراه اقتصاد، وكان اخر مؤلف ليا وممكن اول واحد اتكلم في مصر كلها على سد النهضة والمشاكل بتاعة الماء. واخر كتاب ليا صدر 2014 كان زوال إسرائيل من الكون عام 2022 تحديدا في سلاح الماء والرقم 6. الماء الله أكبر 150 دليل من أول ده سنة الله في الكون، دمر البشرية جمعاء أيام سيدنا نوح، صبر 950 سنة، نعم أنت يا رب الصبور، ليه ما ضربتهمش بالذرة وضربتهم تاني برضو بالمية؟ إذن في علم الله الأزلي أن الماء أشد فتكا ودمارا من الذرة. قرر هذا الفعل العظيم مع حضارة كاملة اسمها حضارة سبأ. الآية 16 بتقول بسم الله الرحمن الرحيم، فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم. سيل العرم أين سد مأرب؟ أين الجنتين؟ أين الغطاء النبات الحيوان البشري؟ كل ده راح ضاع انتهى إلى ما لا وجود. فرعون مصر حشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. وآية تانية، ونادى يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. ربنا جعل الأنهار اللي تحته بالماء فوقه في البحر الأحمر.
اذا غرق ولا ما غرقش. وقال سيدنا موسى في سورة الدخان تحديدا: فأسري بعبادي ليلا انكم متبعون واترك البحر رهوا انهم جند مغرقون. كم طرق من جنات وعيون، ودي اعظم جامعة في العالم كله واعظم حل لمشاكل مصر قاقبة. كم طرق من جنات وعيون، الكلام عن مصر مالش، كم طرق من جنات ونهر النيل. اذا فلسفة تعمير مصر هي بالايه؟ بالابار وليس بالبنية السطحية. كم طرق من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. صدق الله العظيم. نعود مرة أخرى، أول غزوة حضرها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم غزوة بدر، وربنا ادانا أمثال عديدة جدا. بئر زمزم في شبه جزيرة العربية اتعمرت، عيون موسى في شبه جزيرة سيناء اتعمرت، المسجد الأقصى ادى لستنا مريم وابنها سيدنا عيسى ألف أويناهما ألف سنهم إلى ربوة ذات قرار ومعين في ربيع عزب، وتعمر اتعمرت القدس كلها. إذا بأول لما نقول أول غزوة حضرها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بدر، ما آخر حاجة فتحنا القدس؟ القدس أيام صلاح الدين أيوبي، وقبل منه أيام سعد بن أبي وقاص دخل المدائن عاصمة الفرس بالماء. وصلاح الدين أيوبي القائد العظيم جعل من رينو اللي احنا بنقول ان احنا راكب عربية حديثة جدا، ماركة ايه رينو ده سفاح يا جماعة، نرجع بالذاكرة بسيطة جدا، بيقوم بيخلدوا واحد من قادة بتوعهم السفاحين الدمويين اللي قتل حجاج بيت الله الحرام اسمه ايه؟ رينو. انت دول ان تدرك صلاح الدين الايوبي خلاه نطق باللغة العربية الفصحى، قال له يا صلاح الدين امرنا بالماء بالماء. اذا لو هو جبر انه يشرح لنا المفعول المطلق كان شرح المفعول المطلق لنا. بسبب ايه؟ فكر عسكري ثاقب. بعد كده سيف الدين قطز هو وصاحب بيبس هزموا انتفاض الشعب الهمجي، وفضل مصر على الغرب كله ان احنا حافظنا على حياتهم من التتار. فين؟ في عين جالوت ماء الى خراطين مية في 73 من ذات البحر الغرب فيه فرعون، وذات البحر طلع فيه منه طيور ابابيل ترميم بعجرات من سجيل وجعلهم كعصف مأكول، ونفس البحر طلع منه خراطين مية. اذا اقول بس هكتفي بنهاية 150 دليل ان ربنا جعلنا نسك عندنا في الصدر ربك والحر، وهو موجود عند سيدنا ابراهيم. هذه الحيوانات بالإعجاز الإلهي بتنطق بلغة العرب أمام الليل وأطراف النهار تقول لنا ماء صراحة باللغة العربية الفصحى، وما لقيتهاش ولا واحدة ووتر باللغة الإنجليزية. يا عرب الحيوانات قطعت، أنت 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 هتفوق الله أعلم. أعتقد الرقم 6 ده هو إعجاز كبير جدا اللي عاوز يشوف مكاتب 86 دليل بإعجاز مفتاح هذا الإعجاز ربنا أنعم عليا، لأن والله العظيم خدت أطهر إيد داخل القوات المسلحة المصرية بإجماع قيادات الجيش كلها، وده فضل من الله. كمان النقطة الخطيرة إن الإعجاز ده له فضل كبير جدا 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 جدا، بس يا رب ننتبه إليه في رقم 6 تحديدا. رقم كام؟ 6. ده بقى لنا في اللقاء القادم إن شاء الله. وفي نهاية كلامي عشان لا أطيل على حضراتكم، وشاكر جدا إن أنتوا عرفتوني أسماعكم، ولكم يعني الشكر كل الشكر، ويا رب كلنا نكون أيادي مساعدة ونشد بعضنا بعضا ونؤازر بعضنا ونساند بعضنا في رفعة مكانة مصر في جميع أنحاء العالم.